طيب اخوك مروان اصغر منك طبعا، ممكن نشوف بقى حاجة مصطفى مروان زي محمد ومروان الشرباجي؟ لا مروان يعني ما شاء الله لعيب جامد قوي، حريف احرف مني بكتير. هو بس دخل سكواش عشان سكواش ولا عشان اخوك كبير لا كويس عشان في السكواش؟ السكواش، هو الصراحه كان عايز يلعب هاند بول وكان مركز في الهاند بول خالص، بس خلاص بقى خلوهم في حته واحده اللي هو السكواش. يعني برده كان نفس حالاتي برده، اللي هو في الكوره بيهرب من تمارين السكواش وكده، بس يعني جاب بقى من هاند بول يعني على طول على السكواش. لا هو لعيب كويس قوي، محتاج بس ينشف شويه، بس هو لسه صغير وهو نمرة واحد دلوقتي يعني في سنه اللي هو تحت 15 سنة، إن شاء الله هيبقى نمرة واحد في كمان كام شهر كده. بس لا يعني شايفه إن شاء الله إن هو ممكن يوصل، ويعني لو ناشف ممكن يبقى أحسن بكتير يعني. ان شاء الله لما السنين تعدي وتلعبوا بعض هتعمل معاه برضو الالعاب الذهنيه وتحاول تخرجوا عن تركيزه. لا مش هينفع. مش هيبقى فيه بقى الكلام ده. في الأول وفي الآخر أخويا طبعا، و مش عارف والله الماتش ده لو جه في يوم من الايام اللي هيحصل، بس يعني اتكلمت مع محمد الشرباجي قبل كده ومروان عن ماتشاتهم بين بعض ولا ما جاتش وقت؟ لا انا ما بصدقش اصلا اللي هو ازاي اخ يلعب اخوه، دي حاجه كبيره في العيله، وبتبقى اللي هو كمان لعبوا مع بعض فاينل بطوله عالم قبل كده 2017، وموضوع غريب، موضوع غريب. وانا يعني يا رب في يوم من الايام ما يحصلش الموضوع ده، ان مهما كان هو اخوك ومهما كان صعب ان انت تلعبه، وصعب على العيله كلها. يعني يا رب اعتزل قبل ما يحصل الموضوع ده اصلا.